السلام عليكم ورحمة الله. حاب تخدم لوجو كيما هذا وتتعلم أداة جديدة وفعالة في الإنكسكيب؟ تبع معايا مليح. اللوجو هذا لو كان تولهو معاه مليح راح نلقاوه عبارة عن انترسيكسيون تاع تروا سيركل. يعني أول حاجة راح نديروها، أول حاجة نرسم سيركل هكذا، نقصلها شوية في الأوباسيتي تاعها. نجيو هنا الإيديت أوبجكت كولرز، جيني هنا الأوباسيتي نقصلها شوية، الأوباسيتي هكذا 50% ولا كيما حبيت. درك ندير لها ديبليكيت، نبدلها لا كولور، ونجي عند لافلاش هذه لوض كونترول بليس شيفت ونطلع هكذا باش تصغر. راك تشوف هكذا تكبر هكذا تصغر، نصغرها شويه هكذا. انا نحتاج هذه الانترسيكسيون هذه اللي بيناتهم، نكليكي على السيركل اللي في الوسط، نبريسي على شيفت، بريس شيفت، ونجي هنا ندير باث ديفرنس، نجي نعاود ندير لها ديبليكيت، نبدلها لا كولر ونجيبها من هنا هكذا. دونك نزيد نعاود ندير لها ديبليكيت، نبدلها لا كولر ونجيبها هنا. اللوغو تاعنا ها هو الانترسيكسيون هذه. داكور، واش ندير دركا؟ دركا نحتاج نجبد هذو لي انترسيكسيون هذو هنا. انا راح نحكي على واحد التول فعاله بزاف ويخدموا بها الناس بزاف، الادوبي اليستراتور. ما كانش اللي يخدم الادوبي اليستراتور ما يستعملش التول هذه، تلقاها برسك في جميع التصاميم تاع الادوبي اليستريتور، اللي هي شيب بيلدر تول. شيب بيلدر تول هي اداه تجيبها تبغيت بار اكزومبل الانترسيكسيون هذه اللي في الوسط، راح تسيليكسيوني غير هذو برك اللي في الوسط، راح تخرجهم لك الشيب بيلدر تول وحدهم. الانكسكيب ما كانش هذيك الشيب بيلدر تول، مي كاين البديل تاعها اللي هو كيفاش تبع معايا مليح. راح نسيليكسيوني هذو كامل ونجيو الباث نديرو لهم كومباين ولا دير كونترول بلس كا هكذا. دوكا نرسم، نجيب كاري، نرسم مربع هكذا ولا مستطيل ونبعثو لاريير. دوكا نسيليكسيوني الشيب تاعي اللي في الوسط، نزيد نسيليكسيوني هذاك الكاري وندير باث ديفيجن. دوكا واش راك تروماركي؟ راك تروماركي باللي راني درت الخدمه تاع الشيب بيلدر تول. دونك اي حاجه في الشيب تاعي هذاك الاصلي نقدر نسيليكسيونيها. بار اكزومبل بغيت هادو، انا نحوس غير هادو اللي في الوسط، راح نجبدهم. هذا راح نحيه، هذا نحيه ما نحتاجوش، هذا كيف كيف نحي هادو اللي ما نحتاجهمش ونخلي غير الشيء اللي نحتاجه. وهكذا نكون درت الخدمه تاع الشيب بيلدر تول بالانكسكيب. دونك واش راح ندير؟ نعدل شويه في اللوغو هذا. انا حبيت ندير هذه طالع لفوق، هذه تجي لفوق، وهذه شغل تجي تحتها، وهذه تجي تحت هذه وتجي فوق هذه في نفس الوقت. هذه اللي طالعه الفوق واش ندير لها؟ نجي عند هذه نسيليكسيوني هذا الكاري الصغير وهذا هذا هذا، هذو كامل راني لاض على الشيفت ونسيليكسيوني فيه مليح، نعطيهم لون احمر وندير لهم باث يونيون. دروك نجي عند هذو، هذه قلت نديرها لتحت هكذا، نعطيهم لون ازرق ونجي ندير لهم باث يونيون. دوكا نجي عند هادو، ندير لها باث يونيون مليح. دونك نحتاج نجبد هذا الشيدينغ هذا اللي في الوسط، نحتاج نكري هذيك لافاس اللي تجي كاشي كي يضرب الضوء من هنا، راح يجي واحد لافاس دارك شويه. كيف نكريها لافاس هذه؟ راح نجي للوغو هذا نتاعي، واش ندير له؟ نكري ان سيركل كيما قبيل، نعطيوها كولر نوار بيان سور، لوباسيتي تاعها راهي ناقصه. ونجي واش ندير؟ نجي هنا بلاصيها، هنا بلاصيها هكذا، و ميم طون لازم ما تقيسش هنا لتحت، نقص فيها شويه، بلاصيها هنا فوالا فوالا. نكليكي على هذا الجزء الاحمر هذا، نديرو ديبليكيت، هذه ثاني نديبليكيها باسكو نحتاجها مع الاخرين، وندير سيليكسيوني هذا الاحمر اللي ديبليكيتو مع السيركل هذه، وندير باث انترسيكشن، راح يبقى لي غير هذا، سما الانترسيكسيون بيناتهم. سي بون،
نعاود نفس الشيء مع الاخرين. سي بون درك نجيب لي كولار اللي عندي. انا خيرت هادو راح نخدم بهم. جبت الموف كلار شويه، جبت الموف فونسي، وجبت الكولار الابيض راح نخدم بهم اللوغو هذا. هادو نعطيهم بريسي على الدي. كي تحب تمد الاوبجي تعطيه كولار، واش دير؟ تلظ عليه وتلظ على الدي، يجيك الدرابر هذه، يجيك هذه الدرابر تول، ولا تجيها هنا تلقاها لهنا بيك كولرز فروم ايمج، ولا تبريسي على الدي راه يجيك. نعطيها الكولار هذا، نزيد هذا اللي برا نعطيه نفس اللون، وهذا اللي هنا نعطيه نفس اللون، وكهذو اللي لداخل، هذو اللي لداخل نعطيهم شويه كولار فونسي شويه. بيان سور نزيدو في لوباسيتي كامل، لوغو كامل نزيدو له في لوباسيتي. دروك نديرو شويه جريدينت كولرز. نجيو هنا، انا الجريدينت تاعي راني موجودها من قبل، دونك راح نخدم طول. هكذا اللوغو تاعنا بربي ان شاء الله كملناه. نديرو عليه شويه تغييرات، سيليكسيونيوه كامل، نديرو كونترول بليس جي، نغروبيوه، نعطيوه روتاسيون كيما تو كيما ولفنا، نديرو روتاسيون خفيفه هكذا. دروك نعاودو نديرو كونترول بليس دي، ندوبليكيوه، نهبطوه، نحكمو هذه لا فلاش، نهبطوها شويه هكذا، نعطيوه كولر نوار، ونديرو له اللور سيكشن تبارم، نزيدو نهبطو فيه شويه هكذا، فوالا. نجيو نعطيوه شويه بلور هكذا، ونقصرو شويه في لوباسيتي، نعاود نردو شويه البلور باش يبان هكذا الظل تاعو، يعطينا هذاك لا فورم 3D. يشبهلو. وهكذا بربي ان شاء الله نكونو كملنا الخدمه تاعنا. اذا كان عجبك الفيديو ما تنساش تبارطاجيه مع اصحابك، وديرنا جام ومتابعه للقناه. سلام.